بسم الله الرحمن الرحيم. المادة الدراسية رياضيات للصف الخامس الابتدائي، الفصل الدراسي الأول، تدريبات عامة. معاكم ميس عبير. نشوف السؤال الأول مع بعض. أول سؤال أكمل ما يلي. رقم واحد، أنا هنا بضرب في ألف، يعني العلامة تتحرك ناحية اليمين 3 أرقام، يعني هتقف قدام الخمسة وملهاش لازمة، فالعدد هيبقى 8175. رقم اتنين، هبدأ أضرب التسعة في كل الرقم اللي عندي ده وأحط العلامة في الآخر. 9 في 1 ب9، 9 في 5 ب45، 5 ومعانا الـ4، 9 في 2 ب22، 9 في 2 ب18 ومعانا الـ4 يبقوا 22. العلامة بعد 3 أرقام، أحط العلامة بعد 3 أرقام. رقم 3، أنا هنا هضرب كسرين في بعض، يعني أقول 1 في 1 ب1 و2 في 3 ب6، والصوت ما يتبسطش فيتساب كده. رقم 4، الاتنين بقت 4 ازاي؟ اتضربت في 2، ضربنا في 2 فوق يبقى نضرب في 2 تحت، 5 في 2 ب10، يبقى س تساوي 10. رقم 5، بيقولي عايز القيمة المكانية للرقم 7 في العدد ده عندما يتم تقريبه لأقرب جزء من 100. أنا أبدأ أقربه لأقرب جزء من 100 الأول، يعني الستة هتبص للسبعة كريمة، فهتبقى 37 من 100. السبعة هنا مكانها جزء من 100. السؤال التاني، اختر مما بين القوسين. أول واحدة نص النص، الال دي يعني فيه، يعني أنا هضرب نص في نص، 1 في 1 ب1 و2 في 2 ب4، يبقى نص النص ربع، نختار الربع. رقم اتنين، أنا ببدأ أبص للإجابة اللي هي بعد علامة التقريب، العلامة بعد رقمين يبقى تقربت لأقرب جزء من 100. رقم تلاتة، أبدأ أكتب الرقم الأول ده، يبقى 4 و9 من 10، أساوي العلامات يعني أزود صفر عشان يبقى رقمين قدام العلامة. مين الأكبر، 4 و85 من 100 ولا 94 من 100؟ طبعا 90 هي اللي أكبر، يبقى 4 و9 من 10 هي الأكبر. رقم 4، أبدأ أضرب الاتنين في 8 ب16، 16 والعلامة بعد رقم تتحط بعد رقم، يعني 1 و6 من 10. رقم 5، بيقول لي ايه الرقم الموجود في المربع ده عشان لما يتقرب يبقى 8 و38 من 100. انا هنا مكان المربع كان فيه رقم يا سنة 5، بص للتمانية لقاها كريمة فبقى 8. مين الرقم اللي هيبقى 8؟ 7 اكيد، يبقى اختار 7. 7 هي اللي كانت في المربع، ولما بصت للتمانية لقيتها كريمة فبقت 38. السؤال التالت، ده علامة صح او خطأ. اول واحدة، أصغر كسر عشري يمكن تكوينه من الأرقام 8 7 9. أنا هبدأ أكتب الأرقام من الشمال لليمين، 7 8 9، يعني 789. أحط علامة في الآخر فهيبقى الكسر العشري 789 من 1000. ده أصغر كسر عشري، هو كاتب 987، يبقى الإجابة خطأ. رقم 2، أنا هبدأ أضرب الاتنين في كل الأرقام اللي موجودة عندي وأسيب العلامة في الآخر، يعني 2 في 5 ب10، 0 ومعانا الـ1، 2 في 5 تاني ب10، 1 11، 1 ومعانا الـ1، 2 في الـ5 التالتة ب10 والـ1 11، وأحط العلامة بعد رقمين، يعني الحل هيبقى 11 و10 من 100، أو تتقرأ 11 و1 من 10. هو كاتب 51 من 100، يبقى الإجابة خطأ. رقم 3، أنا هنا عايزة أقرب لأقرب جزء من 100، يعني الـ5، هتبص للـ9 فهتبقى كريمة، هتديها 1 هتبقى 6، يعني الإجابة 13 و46 من 100. هو كاتب 31 و46 من 100، يبقى الإجابة خطأ. رقم 4، أنا هنا هضرب الكسور فصل في فصل ومقام في مقام، 1 في 1 ب1 و4 في 4 ب16، هو كاتب 2، يبقى الإجابة خطأ. رقم 5، أنا هبدأ أحل الأول، أضرب في 10، يعني العلامة تتحرك ناحية اليمين رقم، يعني تقف قدام الواحد، يعني هتبقى 721 ونص. طب الناحية التانية، لما أضرب في 1000 العلامة تتحرك 3 أرقام ناحية اليمين، يعني تقف قدام الواحد، يعني 721 ونص، يعني الإجابة يساوي، وهو عامل يساوي صح، يبقى الإجابة صح. السؤال الرابع، رتب الكسور التالية تصاعديا. عشان أعرف أرتب لازم أخلي الكسور كلها شبه بعض علامات عشرية. أبدأ بالنص، مفتاح الاتنين 5، يبقى أضرب في 5 تحت وخمسة فوق، فهيبقى 1 في 5 ب5 و5 في 2 ب10، وتتكتب 5 من 10. التمانية من 10 جاهزة، أروح للربع،
مفتاح الأربعة 25 تحت و25 فوق، هيبقى 1 في 25 ب25 و4 في 25 ب100، 25 من 100. أبدأ أساوي العلامات، يعني أحط صفر عند الخمسة، صفر عند التمانية، وصفر عند التلاتة. يبقى أصغر الكسور هو 25 من 100، يعني الربع. بعده 30 اللي هي 3 من 10، بعده النص اللي هو 50، وبعده 8 من 10 اللي هي 80.